أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان، سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. الآن نتوقف مع تعريف مصور في دقائق معدودة للدكتور عبد العالي المسؤول، احتفاء به وبإصداره الجديد أعده موقع منار الإسلام، سائلين من المولى أن ينال عندكم الرضا والقبول، فعلى بركة الله ولنتابع. فإن التالي للقرآن الكريم لا بد أن يستحضر عند تلاوته أن يستحضر لسانه وقلبه وعقله. فأما اللسان فوظيفته هو الترسيل، هو ترسيل آي الذكر الحكيم لقول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. وأما العقل فيفهم عن الله تعالى ما أنزله. وأما القلب فيتعظ. الدكتور عبد العالي مسؤول من مواليد مدينة فاس سنة 1965، متزوج وأب لابنين وبنتين وجد لحفيد، حاصل على شهادة البكالوريا في العلوم الرياضية والإجازة في الدراسات الإسلامية ودبلوم الدراسات العليا ودكتوراه الدولة في القراءات وعلوم القرآن، عصامي التكوين وعلم من أعلام القرويين وعلمائها، درس العلوم الشرعية على الفحول من علماء القرويين وحفظ القرآن الكريم وأجيز وأسند فيه فحظي بالقراءات العشر. فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك. من الذين سيصدونك؟ الكافرون. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. إذن فعل ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. لا يكونن الأصل فيها لا يكونن نا، وهذه النون التوكيد يجوز تخفيفها. أستاذ التعليم العالي للقرآن الكريم وعلومه واللغة العربية وعلومها بجامعة سيد محمد بن عبد الله بفاس منذ سنة 1995، مدير لمجلة منار الهدى، عضو لجان التحكيم لمجلات عربية محكمة، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان. ثالثا، استحضار البعد المقاصدي في اختيار القراءات القرآنية. ينبغي استحضار البعد المقاصدي في اختيار القراءات، وأعني به مقصد التيسير، ذلك أن الله تعالى أنزل كتابه بلسان عربي مبين على 7 أحرف توسعة على الناس ورفعا للحرج عنهم في التلاوة، فصاغ لهم أن يقرأوا بما علموا. شارك في عدد من المؤتمرات والندوات والتظاهرات العلمية وطنياً ودولياً. من مؤلفاته الكافي في التجويد، الإيضاح في علم القراءات، معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية وما يتعلق به، القراءات الشاذة ضوابطها والاحتجاج بها في الفقه والعربية، ما جرى به العمل عند المغاربة في رواية ورش عن طريق الأزرق أداء ورسما، اللغة العربية وتقويم الألسنة، كتاب القراءات والقراء بفاس.
يا أيها الكلم العلي الشان، يا من أضأت غياهب الإنسان، فبذكر حرفك تطمئن قلوبنا، وبعلم نحوك يستقيم لساني. يا حصن أمن المسلمين وفخرهم، يا خير ما نطقت به الشفتان، من عند ربي قد أتيت مفصلا، وبقيت وحيا دائم التبيان. يا حظ من حفظ الكتاب بقلبه، يا سعده بتلاوة القرآن، يلقى من المولى الكريم وصاله، ويفوز بالفردوس والرضوان. هو حبل ربي للوجود جميعه، جمع الأمور وساغ كل بيان. سيدي عبد العالي مسؤول، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا. طال الفراق ما بين المداخلة الأولى والآن، ولكن محبيك كثر، فأهلا بكم. فالحفل حفلكم والعرس عرسكم، ونحن ضيوف عندكم. سيدي عبد العالي، هل تسمعني؟ نعم نعم نعم، أسمعك جيدا. نريد من خلال هذا الحوار أن يتعرف المشاهدون والمشاهدات على شخصيتكم، وذلك بإجابات قاصدة ومختصرة عن بعض التساؤلات. أولها، نود أن نتعرف على أسباب هذه النقلة في مساركم العلمي من العلوم الكونية، شعبة العلوم التجريبية، ونصوب ما ورد في التقرير من خطأ، فقد قلنا العلوم الرياضية، إلى العلوم الشرعية. فهل حدثتنا عن هذا، عن أسباب هذه النقلة سيدي عبد العالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء أتوجه بالشكر والتقدير لأخي فضيلة الأستاذ الدكتور العالم الأديب سيدي عبد العظيم صغيري على هذه الكلمة الرقيقة والقوية في الآن ذاته، وهو ابن البيئة العلمية رحم الله والده، كان من العلماء الفقهاء. كما أتوجه بالشكر والتقدير للقارئين والقارئات الذين شنفوا أسماعنا بقراءات متنوعة يعني نفذت إلى قلوبنا. فيما يتعلق بتغيير مساري من العلوم التجريبية إلى العلوم الشرعية، على كل ارتباطي بالقرآن الكريم كان منذ الصغر، ورحم الله الوالد في هذا اليوم، رحم الله الوالد الذي حفزني على حفظ القرآن الكريم والاهتمام به. فيعني لما حصلت على شهادة البكالوريا، وكنت حتى في تخصصي في العلوم التجريبية، كان لي الاهتمام كبير باللغة العربية وبالدراسات العربية والإسلامية. فلما حصلت على شهادة البكالوريا انخرطت في كلية العلوم في شعبة الجيولوجيا، وقضيت سنة، ولكن عقلي وقلبي مع الدراسات القرآنية والدراسات الفقهية. ففي ذلك الوقت كنت قد زرت أستاذنا الإمام أستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو عمدتي وإمامي وقدوتي في العلم والسلوك والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وما أنا منه إلا كقطرة من بحر. فطلب إلي أن أغير الوجهة بعدما لاحظ أن اهتمامي الكبير هو لهذه الدراسات الشرعية، فكان الأمر كذلك. سيدي عبد العالي، أحسن الله إليك، جوابكم هذا يدعوني إلى طرح السؤال الموالي: كيف زاوجتم بين التعليمين النظامي الرسمي والشرعي العصامي المبني على الأخذ عن المشايخ والشيوخ؟ مساري العلمي أماط اللثام عن بعضه الشريط الذي عرض قبل، ودرست في الكتاب ثم الابتدائي والثانوي والجامعة، ولكن في الآن ذاته كنت أتلقى علوما اختيارا
بجامع القرويين وببعض مساجد فاس وببعض الأماكن خارج فاس عند عدد من العلماء. وفي والحمد لله لم أجد، بالعكس لم أجد صعوبة في المزاوجة بين هذا الأمر، بين التعليم الرسمي والتعليم الاختياري. والواحد منا ينبغي ألا يكتفي بما يدرسه داخل الجامعات وداخل المؤسسات التعليمية، بل ينبغي أن يستفرغ وسعا للمطالعة وللحفظ وللكتابة وللقاء الشيوخ وللأخذ عنهم في المساجد، في المؤسسات، في بيوتهم وهكذا. فعدد من العلماء درسوا العلم في حوانيس الآخرين وفي دورهم. فإذا الواحد منا ينبغي أن يطلب العلم أينما كان، أينما كان. سيدي عبد العالي زوج لحسيبة نسيبة عالمية، وهو أب لابنين وبنتين وجد لحفيد، أصلح الله الأصول والفروع والحواشي ورحم الأموات منهم. فهل حدثتنا عن دور الأسرة التي نشأت في كان فيها، وكذا الأسرة التي أنشأتها بتوفيق الله في صياغة شخصيتك الإيمانية ونجاح مسيرتك القرآنية؟ الحمد لله نشأت في بيئة معروفة بالدين والصيانة. فكان الوالد رحمه الله تعالى من يحفظ بعض القرآن، وكان من أهل المقاومة، وكان من الوطنيين العظام، وكان يعني اضطر إلى أن ترك الدراسة في بالكتاب، واضطر إلى أن يمارس التجارة. في الحمد لله هذه البيئة الوالد رحمه الله تعالى وبيئة إخواني وأخواتي ساعدتني على أن أكمل دراستي، وأن يعني أن أدرك ما أريد أن أدركه من يعني من تمكن من عدد من العلوم. وفضلا عن هذا يعني هذه البيئة بيئة الوالدين والإخوة كان لها الأثر. والبيئة الثانية التي يعني لا تقل أهمية عن البيئة الأولى، وهي بيئة أسرتي المكونة من زوجتي ومن أبنائي وبناتي. هذه البيئة، وهنا أتوجه بالشكر والتقدير لزوجتي الفاضلة التي ساعدتني مساعدات جلة لكي أكمل دراستي وأبحاثي العلمية ودراستي الجامعية. فعلى حساب اهتماماتها وعلى حساب راحتها كنت أنجز أعمالي الأكاديمية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيها عني أفضل الجزاء، هي وأبنائي الذين صبروا ولا يزالون يصبرون على أني أقتطع أوقاتا منهم ومن راحتهم لكي أوظفها في الكتابة وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. سيدي عبد العالي الأجر موصول إليهم جميعا، وبارك الله لك في هذه الأسرة وجعلها على قدم أبيها تحصيلا وعلما وتوصيلا. سيدي عبد العالي، هل كان لمدينة فاس، مدينة العلم والعلماء التي ولدت وترعرعت وتعلمت فيها، أي دور في اختياراتك وتوجهاتك ومسارك العلمي؟ وماذا تقول لنا عن فاس وأهلها؟ ومدينة فاس هي مدينة العلم ومدينة الصلاح ومدينة التقوى، وهي تسمى بالعاصمة العلمية للمغرب، وبها جامع القرويين منذ أن أسسته الفاطمة الفهرية رحمه الله تعالى سنة 45 للهجرة. وفاس هي يعني هي منارة للعلم والعلماء والصحة. هذه البيئة بالتأكيد أثرت في وفي تكويني وفي اهتمامي بالعلم وبالقرآن الكريم وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
وبالتالي حينما يمر الواحد بأزقة هذه المدينة يعني يحس فعلا يحس بالعلم وبالقرآن وبالصلاح وبالتقوى داخل هذه الأزقة وداخل بيوتات فاس التي كانت معروفة بالعلم وبالصلاح وبالذكر وبمقاومة المستعمر وبمقاومة المستعمر. سيدي عبد العالي أمر على الأسئلة مرارا حتى يسعفني الوقت لإكمال هذا الحوار ولتدارك ما تأخرنا بسببه بسبب ذلك العطب التقني. يقال نزل القرآن بالحجاز وجود بسوريا وغني بمصر وحفظ بالمغرب وكتب بتركيا، فهل يمكن أن تحدثنا بإيجاز عن جهود المغاربة في العناية بالقرآن الكريم رسما وأداء؟ المغاربة منذ القدم عرفوا بعنايتهم وباعتنائهم بحفظ القرآن الكريم وبأدائه والأداء الجيد وبتجويده وبضبط رسمه وبضبط رسمه وحروفه، ويكفيهم فخرا أن طريقتهم في حفظ القرآن الكريم هي من الطرق المتينة، فتجد الواحد يعني يذهب إلى الكتاب فيحفظ القرآن الكريم كتابة في اللوح وضبطا لرسمه ولأحرفه، وهذا شيء معروف عند المغاربة، وقد عرف من المغاربة علماء كبار في القرآن الكريم وفي علومه. يكفي مدينة فاس فخرا أن نذكر منها القاضي أبا بكر بن العربي المعافري، وهو من القراء المحدثين الفقهاء الصلحاء. نذكر بهذه المناسبة نذكر ابن غازي المكناسي الفاسي المحدث الفقيه النحوي المقرئ المسند، نذكر الإمام عبد الرحمن بن القاضي شيخ الجماعة المتوفى سنة 82 وألف للهجرة، نذكر أبا العلاء المنجرة الذي كان آية في علم القراءات والإقراء. فالمغاربة عرفوا باهتمامهم بالقرآن الكريم وبطرقهم المتينة في المحافظة على هذا على القرآن الكريم، ولهم خصوصيات. فالمغاربة عرفوا باهتمامهم بضبط رواية ورش عن نافع من طريق أبي يعقوب الأزرق، ومن خصوصياتهم أن لهم وقفا معروفا يسمى بوقف الإمام بن أبي جمعة الهبطي رحمه الله، الذي ضبط وقوف القرآن تسهيلا على العامة لكي يقرأوا القرآن الكريم فرادى وجماعات دون أن يجدوا حرجا في أنفسهم. ولهم طريقة رصينة في القراءات والإقراء، فالواحد منهم يحفظ القرآن الكريم أولا برواية ورش، ثم بعد ذلك يضيف إليها رواية قالون، ثم يقرأ في ختمة ثالثة قراءة ابن كثير، ثم يختم ختمة رابعة بست روايات وهي التي تسمى عندنا بقراءة سما، وبعدها يختم ختمة أخرى يجمع فيها السبع، ومنهم من تسوق نفسه إلى إكمال العشر فيسمى عند المغاربة بالعشر الكبير، ومنهم من يريد الأخذ بعنان القراءات فيضيف إلى العشر الكبير ما يسمى عندنا في المغرب بالعشر الصغير، وهي القراءات العشر النافعية. وهنا بالمناسبة الاهتمام بالقراءات هو فرض على الكفاية، وإنما الأساس والأولى الذي ينبغي أن تصرف الجهود فيه بشكل كبير هو حفظ القرآن الكريم، هو تدبر معانيه، هو التمكن من أداء حروفه وألفاظه
بشكل سليم. وأما الاهتمام بالروايات فهذا شيء جيد، ولكن إن وجد في المدينة الواحدة إن وجدنا اثنين أو ثلاثة أو أربعة ففيهم الغنية وفيهم الكفاية، لكن حفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه وتعلم تجويده والامتثال لأوامره واجتناب نواهيه هذا أمر نحن مطالبون به جميعا، وينبغي الصفراء والوسع لدركه. فكلام الله تعالى نور وهداية وفرقان وبشرى، فهذا الاهتمام ينبغي أن نوجه عنايتنا صوبه بحول الله وقوته. سيدي عبد العالي، جوابك شامل وغطى مجموعة من الأسئلة التي كنت سأطرحها. أختم بهذين السؤالين: إذا كان كل قطر تخصص بفن من فنون وعلوم القرآن كما سبق في السؤال السابق، فكيف السبيل لتصير الأمة بجميع أقطارها تعمل به؟ كيف السبيل لتصير الأمة بجميع أقطارها تعمل بالقرآن ولا تكتفي بالتغني والقراءة والحفظ والكتابة؟ نعم، القرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى نعم ليتلى وليتدبر ولنفهم معانيه، نعم، ولكن لنعمل به. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من وظائفه أمور ثلاثة أخبر عنها ربنا سبحانه وتعالى في قوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على صحابته القرآن الكريم فيسمعونه ويتعظون به ويعملون به. الصحابة كان القرآن حينما ينزل 5 آيات أو 10 آيات في الغالب، يستمع الصحابة إلى هذا القرآن ثم يفهمونه ويعملون به ويدعون الناس إليه. هذا هو المنهج الذي ينبغي أن نسير فيه في ركابه، أن نستمع إلى القرآن الكريم وأن نعمل به وأن نزكي أنفسنا وأن نتعلم الكتاب والحكمة، وكل هذا يعني نصل إليه فرادى وجماعات. القرآن الكريم كي نتدبره وكي نعمل به وكي نتعظ به نحتاج إلى أن تتضافر جهودنا وأن نكثر من محاضن الإقراء ومن محاضن مدارسة القرآن الكريم ومن محاضن التزكية والتعليم هذه المساجد بيوت الله، هذه المساجد ينبغي أن يتلى فيها القرآن، أن تكون مكاناً للتربية، مكاناً لسلوك طريق الله تعالى، مكاناً لتعليم الكتاب والحكمة. فبهذا المنهج سيصلح أمر هذه الأمة، وسترجع الأمة إلى رشدها بحول الله وقوته. فالاهتمام ينبغي أن ينصب إلى التلاوة وإلى الإقراء وإلى العمل وإلى الاتعاظ بهذا القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى نوراً وهداية. سيدي عبد العالي، أحسن الله إليك. الأحباب الأكارم، نلتمس منكم 15 دقيقة وسنختم إن شاء الله، ونستسمح على الإطالة، لكن بقيت بضع فقرات ثم نختم، وأعدكم ألا نتجاوز هذه المدة. سيدي عبد العالي، أختم بهذين السؤالين، سأعرض عليك بعض الصور ألتمس منك تعليقا عليها. فعلى بركة الله نبدأ بالصورة الأولى. هذه فاطمة الفهرية، على كل حال هي صورة قريبية أعتقد. نعم. صورة قريبية لفاطمة الفهرية. هذه امرأة جاء أجدادها من القيروان والسلطنة فاس، وكانت أسرتها قد تركت لها مالا كثيرا، ففكرت وقدرت وظهر لها أن أهم عمل يمكن أن تقوم به هو أن تبني
بيتا من بيوت الله يتلى فيه كتاب الله تعالى وتتعلم فيه العلوم، فكان منها أن بنت جامع القرويين الذي يعد أول جامعة في العالم، وهو جامع القرويين سنة 45 للهجرة. وفي السنة التي تليها قامت أختها مريم فنافستها وأخذت حظها من الإرث فبنت الجامعة الثانية في فاس، وهو جامع الأندلس، وهو من الجوامع الكبيرة كذلك، وهو من الجوامع التي يدرس فيها العلم. سيد الحاج المكي بن كيران مفخرة فاس والمغرب في القراءات والإكرام والإقراء والكرم والزهد. هذا رجل كان لسانه لا يفصر عن ذكر الله تعالى وعن تلاوة القرآن، عمر طويلا فنفع الله به حفاظ القرآن وأئمة المساجد، وانتفع الناس بكرمه وحلمه وخلقه. حضرت مجالسه رحمه الله في الإقراء بجامع القرويين وبمسجده الذي بناه وببيته ببرجع الذي لا يزال قبلة للمقرئين والقراء. سيدي عبد العالي، نمر إلى الصورة الثالثة. هذا الشيخ أبو الحسن محي الدين الكردي رحمه الله، شيخ عموم مقارئ الديار الشاه، كنت قد التقيت به في دمشق سنة 2000 للهجرة، يعني قبل 20 سنة. سمعت لقراءته وقرأت عليه بعض القرآن، وكان رجلا مسنا وكان معظما عند الشاميين ومقدما، يعتقدون فيه الولاية والصلاح ويلتمسون منه الدعاء. سيدي عبد العالي، نمر إلى الصورة الموالية، هذه الصورة الرابعة كانت تظهر لك. نعم، هذا الشيخ الدكتور المحدث سيدي إبراهيم بن صديق رحمه الله تعالى، ابن المحدث الحافظ سيدي محمد بن صديق الغماري، درسنا عليه بالسلك الثالث، كان يفيد علينا بفاس لتدريس علم الحديث، فنفعنا الله تعالى بلفظه ولحظه وسمته، ولا أنسى تدقيقاته وتنقيحه في علم مصطلح الحديث. أختم بالصورة الأخيرة إن شاء الله. هذا كما ذكرت قبل أستاذي وإمامي وقدوتي وعمدتي في السلوك والعلم والدعوة، شيخ الجماعة الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله تعالى، الذي جمع الله له ما تفرق في غيره من صلحاء هذه الأمة، العلم والتقوى والصلاح والجهاد والاجتهاد والصدع بالحق، علم وعلم وألف وربى وهذب وأرشد. وأنا أشرف أن أكون أحد أبنائه في التربية والدعوة، نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يرحم هؤلاء الذين يعني ذكرتهم ونظرنا إلى صورهم، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع رحمه الله جميع. نريد كلمة جامعة ونصيحة للأحباب الأكارم لنصحب القرآن في مسارنا العلمي، كيف يصبح القرآن حالا لنا، كيف نصبح قرآنا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن طالما طبعا الحال بعض من الأحباب يلتمسون قراءة من سيدي عبد العالي، إن تيسر لك، وإلا إذا كان الوقت فيه حرج فالخيار لكم. من راغب في صحبة القرآن الكريم تاليا له ومرتلا لحروفه فليصحح ابتداء النية في كل ذلك، وليقبل على كتاب الله تعالى مرتلا لحروفه ومتذوقا لمعانيه ومستنيرا بنوره ومهتديا بأحكامه وحكمه، وليكثر من تعهده بالتلاوة والقيام بين الله سبحانه وتعالى بالليل والناس نيام، وبتدبره آناء الليل وأطراف النهار. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الكريم. لا أريد أن أطيل على أحبابي، وقد استمعت إلى قراءات متنوعة شنفت أسماعنا جميعا. لا يسعني في هذه الكلمة الختامية إلا أن أتوجه بالشكر والتقدير
للساهرين على هذا الحفل البهيج، وفي الحقيقة غمرتموني بفضلكم ووصفتموني ووصفني أصحاب الشهادات ممن أعتز بهم، وصفوني بأوصاف ونعوت لست أهلا لها. نسأل الله تعالى أن يتقبل منكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله سعيكم وتقبل الله منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين. سيدي عبد العالي، أحسن الله إليك وبارك الله فيك. القرآن القرآن القرآن، ما أروع أن يشد المؤمن والمؤمنة معاقد العزم ليحفظ القرآن ويجمعه ويحافظ عليه. ما أحسن أن يبسط المرء ساعد الجد والإرادة إلى كسل نفسه وغفلة حسه، يخاطبها ويؤنبها ويدفع بها. هذه السنة سنة القرآن، هذا الحجر فرصة لحفظ وصحبة القرآن. فعلى ذلك فلان من الأمة وفلان أفراد، ونحن نريد من أولي العزم في الحفظ والفهم والعلم والعمل جماعات. وليصبر على الهوان والضعة والضياع من لا يحرك همته، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حسبه يومئذ من الخيبة والخسران أن يحملق في القراء العالمين العاملين، وهم إلى صعد وهو بمستقر انحطاطه. في نهاية هذا العرس البهيج أجدد الشكر لجميع من أسهموا في نجاحه وإقامته من الضيوف والقراء والعلماء والتقنيين والفنانين والحضور الكرام. وأذكركم بدورية هذا النشاط الشهرية، فبعد الصالون الأدبي الذي كان في شهر دجنبر والعرس القرآني الذي كان في شهر يناير، نضرب لكم موعدا ثالثا من الآن مع الملتقى العلمي خلال شهر فبراير. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه بقراءة ختامية ودعاء ختم للختم.